القنفذ ده بقاله يوم ما اكلش، هو بياكل ايه؟ ايه ده انت اكلته؟ لا يا ابني القنفذ لا بياكل ولا بيشرب، ده زي الصبار كده كل ما تهمله يكبر. سبحان الله. اه يعني بص مثلا ايه؟ بص بس كده يومين وترشه. طب هو القنفذ ده ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو مثلا نوع من انواع الشجر ولا هو فار شعر وحش؟ ان فار شعر وحش دي فصيله اسمها فصيله القنفذيات، دي اللي هي بقى مميزه ب تيجي نحميه. ايه؟ بس اضرب انا مش عارف اسرح القفاز ده. قفاز ايه يا ابني؟ اسمه قنفذ. اي حاجه يا بهجت، مش عارف اسرحه وخلاص. طب ما تجيب له شعره على جنبه وخلاص. طب بقول لك ايه، ما نكلم على فتاح الجرين نقول له بتسرح شعرك ازاي. دي فكره صايعه جدا. اه طب اقول لك على حاجه. بص احنا ممكن نحلق له كابوريا من الجناب بحيث ان احنا نعرف نمسكه. يا ابني انت غبي، هنمسكه ازاي اصلا عشان نحلق له من الجنب؟ هيشوك ايدينا. سلطان انت ماسكه اصلا؟ اه ايه ده صحيح. امسك يا بهجت. يا سلام. الدكتور بهجت ممكن كلمة من فضلك؟ بقولك ايه، انت فتحت سلطان. ايه ده؟ انت فتحت سلطان في الموضوع بتاعنا؟ لا لسه طبعا، ما كانتش فرصة. ليه؟ ما انتوا قاعدين مع بعض، يعني ممكن تتكلموا مع بعض. ايوه حبيبتي احنا مع بعض، بس هو سلطان مشغول قوي بفكرة لم الحيوانات والحاجات اللي انت فاهمها دي، فاعمل ايه؟ طيب وقلبك على سيرة الحيوانات بقى، قول له ان كل حيوان محتاج وظيفة، صح؟ صح. وكل حيوانة محتاجة حيوان. الله يعزك. يلا خش قول له بقى. طيب هجرب. ايه وصلت مع الحاجة؟ ولا أي حاجة. سلطان إيه أكتر حيوان بتحبه؟ الأسد طبعا. اسود ده بيصعب، هقول له إيه بقى على المود ده؟ طب أنت عارف لما الأسد بيموت مراته بتبقى إيه؟ بتبقى لا 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 مؤاخذة، أرملة. أرملة. أرملة صح. تصدق أنا ابدأ أرملة أصلا أنا بفتحك حاجة زي كده. طب أنت عارف إن في نظرية بتقول إذا مات الأسد أصبحت زوجته فريسة للأدغال؟ الأدغال دي حيوانات يعني بتاكل الأسود؟ يا ابني الأدغال هي جمع دغل، اللي هو المكان الطيب النقي الذي يمتطى فيه الجواد. طب أنت بترغي معايا الرغي ده كله ليه؟ أنا مش فاهم. يا عم عادي بفتح كده، مفيش حاجة يعني، بفتح كلام. طيب ممكن بقى نشوف هنعمل إيه مع داليا؟ حاضر. الاسد. ها الاسد والصبيط اكتر حيوانين. السكه غلط اصلا، انا غلط ان انا اخش المدخل ده.